يا عالم بكل علوم، يا سامع دعاء المظلوم، لا تجعل في حضرتنا شقيا ولا محروم. يا الله يا الله، يا عالم بكل علوم، يا سامع دعاء المظلوم، لا تجعل في حضرتنا شقيا ولا محروم. يا الله يا الله، يا مرتقب علينا، سلمنا الأمر إليك، ومن بغى علينا لا شكوى إلا إليك. يا الله يا الله، يا عالم بكل علوم، يا سامع دعاء المظلوم، لا تجعل في حضرتنا شقيا ولا محروم. يا الله يا الله، أنا عبدك وانت ربي، من العبد إلا سيد. يا الله يا الله، يا عالم بكل علوم، يا سامع سبحانك سبحانك، أنت الحي الذي لا لا شقيا ولا محروم. يا الله يا الله يا الله، صدنا باب مولانا كريم ليس ينسانا، وصدقنا بما جانا محمد رسول الله. بحق الله رجال الله، أعينونا بعون الله، وكونوا عوننا بالله، سنحظى بكرم الله. أتيناكم أتيناكم، وللأعتاب جئناكم، وفي أمر قصدناكم، فشدوا عزمنا بالله. قصدنا باب مولانا كريم ليس ينسانا، وصدقنا فتحنا الباب، وصلينا مع الأحباب، ودارت بيننا الأكواب، شربنا ببسم الله. صدنا باب مولانا كريم ليس ينسانا، وصدقنا بما محمد رسول الله.
أكرموا. صلوا علي وسلموا في الخلد حقا تكرموا. بنعيمي تتنعموا بعطية من ربنا. صلوا على من جاءنا بالحق أظهر ديننا وأزال داجية الظلم وبه الوجود زينا. صلوا على من جاءنا بالحق أظهر ديننا وأزال داجية الظلم وبه الوجود زينا. هو أحمد باب الغدى ذو المعجزات على المدى. صلوا على من جاءنا بالحق أظهر ديننا وأزال داجية الظلم وبه الوجود زينا. صلوا على من جاءنا بالحق أظهر ديننا وأزال داجية الظلم وبه الوجود زينا. يا فوزنا يا سعدنا بمحمد طاب الجنى. اللقاء بجمعنا. صلوا على من جاءنا بالحق أظهر ديننا وأزال داجية الظلم وبه الوجود زينا. صلوا على من جاءنا بالحق أظهر ديننا وأزال داجية الظلم وبه الوجود زينا.